ميسي نكون انا ليه يكون انا ليه ميسي نكون انا ليه يكون انا ليه. كل سنة وانت طيبة يا أستاذة جميلة. رمضان كريم علينا وعليك يا رب، يتعاد علينا وعليك بالخير كده إن شاء الله. ميسي نكون أنا ليه، يعني دي التهنئة الرمضانية في النوبة، مفيش بيت نوبي غير ما بيهني كده، صح يا أستاذة جميلة؟ صح كده. قولي لنا بقى، أنت عايشة في القاهرة؟ أنا عايشة في القاهرة. الأول كنت عايشة أصلا في البلد. عشت قد إيه بقى في القاهرة؟ طول عمري أنا عايشة في البلد. لا، عشت قد إيه بقى لما رجعتي، مثلا لما جيتي من البلد لحد القاهرة قعدت قد إيه؟ أنا بقالي 7 سنين أنا في القاهرة. 7 سنين. كنت عايشة فين في النوبة بقى؟ في قرية اسمها أدندان. انا اسمع دايما ان النوبة 2، صح الكلام ده ولا غلط؟ في فجكة وفي كنوز. انت بقى كنت انهي فيهم؟ فجكة. فجكاية. طيب قولي لنا، انت شايفة ان في اختلاف بين النوبة واختلاف بين القاهرة؟ هل طبعا عانيتي مثلا من اختلاف العصور؟ اكيد طبعا، لان في اختلاف كبيرة جدا بين النوبيين او هنا في القاهرة. ايه الاختلاف بقى؟ يعني في العيشة، ان كان هنا ولا هناك. هناك عندنا في شهر رمضان في تجمعات كتيرة بتبقى حلوه، في لمه، يعني احنا بنحضر حاجتنا من الصبح، بنقوم العصريه كل واحده بقى تولع الدوكه بتاعتها، تجهز الابريه، المشروب الاساسي للنوبيين. احنا كده النهارده بنعمل الابريه من البدايه، ازاي بنعجن وبنحضرها. بسم الله، ادي الميه. بسم الله، ونجيب الدقيق. خلصنا كده العجينة، هنسيبها أسبوع 7 أيام، وبعد كده بعد 7 أيام هو فتحنا الجردة وهنحبس فيها. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كده بنعمل الابريه، المشروب الاساسي للنوبيين في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. Thank you.
ما كانش فيه شغل اصلا، لان اللي كنا بنعمل الرقه كنا بنحطها على الحطب، على كنا بنحطها على الحطب، ما كانش فيه شغل، ما كانش فيه صعوبه على الخرز القبريه. يعني احنا اتطورنا يعني في الاواخر ان احنا نجيب الشغل ونعمل القبريه، والمكان نضيف كتير. زمان احنا كنا بنبهدل يعني، بس كانت ايام حلوه لان الجيران مع بعضها كان بيخبزوا وكان بيتجمعوا لما حلوه، نصحى الصبح بدري كده، جارتي على قريبتي، كنا بنقعد مع بعض كده ونعمل القبريه مع بعض. فكان اللي بيتحضر الفطار، اللي بيتحضر العصير، اللي بيتحضر مش عارف ايه، كنا بناخد يومين ثلاثه من عند الجاره دي الجاره دي. دلوقتي مفيش الحكايه دي، كل واحده مع نفسيها جابت الشعله وتقعد مع نفسها كده لوحديها تخلص القبريه. يعني الحمد لله في تطورات كتيرة. بصوا يا جماعة، دلوقتي احنا لما نشوف القضية احنا قبل رمضان بنجهزها بشهرين كده، بنجيب الدور الشامي بننضفها وبنحطها، وبعد كده نخممها تمام، ولما نخلص الطحون ونخلص الدقيق بتاعتنا بنخمر الدقيق بيقعد معانا زي ما قلت لكم 7 ايام. وبعد ما نخلصها بنجهزها لرمضان. في ناس بتحبها بعصير ليمون، وفي ناس بتحبها بالعصير، وفي ناس بتشربها كده بميه بسكر عادي، بتحط فيها فواكه، بس هي يعني طعم لذيذه قوي وحلوه قوي والناس كلها بتحبها. وانتوا لو جربتوها كمصريين هتحبوها جدا. وكل سنه وانتم طيبين. يعني احنا دلوقتي ده المشروب الاساسي للنوبيين تمام. في اختلاف السودانيين ليهم القبريه بتاعتهم الحمراء اسمها حلو المر، بيحطوا فيها العجينه بتاعتهم كركديه والبهارات، لكن احنا كدقيق والميه وبيتخمر بيدينا اللون اللي في ناس بتحب الدقيق الابيض، وفي ناس بتحب الدقيق الاصفر على حسب ما الناس بتحبها تمام. كنوبيين احنا نعرف ان دي ابري، والسودانيين عارفين ان دي حلو المر، لكن المصريين ما يعرفوش المشروب الاساسي بتاعتنا. فاحنا عايزين نوصل للناس كلها ايه المشروب الاساسي للنوبيين في رمضان. طبعا احنا زي ما احنا قلنا لكم ان احنا بنحضرها بالدي دورة، يعني مش اي دي اللي بتنفع معاها في الابري، لازم يكون دي دورة كان اصفر او الابيض بس. فبنجهزها من قبلها بشهرين، بنجيب الدقيق ذره زي ما انا قلت لكم، وبنجيب الذره ذات نفسه ذره شامي بنطحنها، وبعد كده بنعجنها وبنخمرها، بيقعد معانا اسبوع بس بنخبز الابريق وبنحضرها لرمضان كمشروب الاساسي. السنه اللي فاتت كانت بتتخبز ب 350، فغلى الاسعار دي السنه دي خليناها 450، وفي ناس بتعملها على 500، على حسب، في ناس واصله ل 700، على حسب المكان وعلى حسب الدقيق والمنتج، لان السنه دي الحاجات كلها غاليه جدا. والحمد لله كل سنه وانتم طيبين.
كده هوريكم المشروب الابريل اللي انا عملتها دلوقتي بعد ما نشف، وحضرت العصير المانجا نحط فيها الابريل. بسم الله. وكانت بتعملها بالعصير الليمون، عصير جوافه، عصير موز، اي عصير اللي انت عايزاه. بتحط الفواكه فيها على حسب ما انتوا عايزين. كده سهلة يعني، ما خدتش وقت معانا. وده المشروب الرسمي.